ما في كل سبل الحياة أكل مثل العالم ما بأكل، ولا عمل ولا قادر أسوي أي شيء، أقدم أي شيء لعائلتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. دخلنا المخيم ظلينا تقريبا سنتين، طلعنا من ضمن هالعالم. جينا اليجاية، أول ما وصلت الأشعفة تفاجأت، كانت المأساة، كان بيتي هنا والبيت انضرب كامل. اليوم كل سبل الحياة فاقدها، قاعد بهالخيمة، كهرباء ما في، مي ما في، نشرب من الساقية من هنا مي، حتى مو نظيفة المي. كان عندي نقص 3 درجات، اليوم 8 درجات، ما أعرف هو سوء علاج سبب الأدوية ولا سلبية الكورونا علي. بنتي اليوم هاي معاها حول بعيونها اثنينات، احنا يعني شنو حياتنا؟ اليوم أنا عاجز عن تقديم أي شيء، أنا عندي بنات عاجز أطعمها.